اقعد يلا انت وهو هنا في البيت. اقعد يلا انت وهو هنا يلا. اقعد يلا وارفع رجلك اليمين وايدك الشمال. قوم تقوموا كده واحنا في الدرس وقاعدين نتريق على النابتة تبقوا نابتة يا واد انت وهو. واحنا قاعدين نتريق على النابتة ده مجلس تريقة. فين مصطفى رضا؟ وفين مصطفى رضا ده اللي انتوا طالعين له؟ هاتوه هاتوه يقف جنبكم على الحيطة. بره سيبوه سيبوه قاعد لوحده. ولو في شمسية فوق منه شيلوها، ولو الأرض ناشفة بلوها، ولو اللي عدى جنبه ما يرميش عليه السلام. احنا في الدرس وقاعدين نتريق على النابتة ولو اي حد لا مؤاخذه حك في ظهره يا ده انت مش عاجبك كلام انت بتهرش يالا ولا انت بت... ولا انت نابتة يالا بس مش عايز تقول صح يالا. ما شفتش انا عشت كتير وقليل ما شفتش. طب كفايه عليك كده بقى انت عشت كتير وشكلك خرب. البحبحاني في الفيديو ده هنرد على الشباب اللي بتقول لي انت ليه بتتريق على الصوفيه. طيب النهارده انا جايب لك فيديو للشيخ علي جمعه وهو بيتريق على ناس تانية، مع ان انا ما بتريقش على حد، ولو انا اتريقت على حد يا ريت يسامحني. لكن لو انت شايف ان انا بعرض الحاجات اللي انت بتعملها في المولد او في الحضره او في التصوف عامه شايف ان هي تريقه، فيبقى انت عارف ان هي مش من الدين، لان انا بس انا بعرض الحاجات اللي انت بتعملها بس. فلو انت شايف عرضها حرمه وشبهه وفضيحه وتريقه، يبقى انت عارف ان هي مش من الدين. تعال بقى نشوف الحاجات اللي مش من الدين. ده مجلس من الدين طبعا، لكن اللي بيحصل فيه عايزك انت تحكم عليه. يعني كويس ان اللي قاعدين تلاميذه، عايزك تشوف ازاي هو اتريق عليهم وسخر منهم وسخر من شيخ هو ما يعرفوش. ما تيجي نشوف. وقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فليفعل. ده حديث نبوي شريف طبعا من الشيخ علي جمعه بيشرح لهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابه قرصه عقرب، فواحد من الصحابه بيقول له ارقيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. في خلال الكلمتين دول في حوالي 3 4 مشايخ من طلبه الشيخ علي جمعه سابوا المجلس ومش طيب. هم مشوا ليه؟ قالوا الحقنا بسرعه في مصيبه، ده عذر. انجدنا بسرعه احنا في ورطه. بلاش قالوا خلاص مفيش تليفونات مثلا في المجلس. واحد قال للتاني انا تعبان بالله عليك تعالى معايا للدكتور ادعو مثلا. ممكن طيب النهارده الشيخ دي مجلس الشيخ علي جمعه النهارده ده احنا قعدنا معاه نص ساعه والمجلس ما شاء الله ربنا يبارك له مجلس تريقه، فاحنا عندنا مجلس تاني مع الشيخ فلان فقه في كذا. فيعني اعذرهم يا شيخ علي، يعني ممكن يكونوا قاموا لاي سبب. يعني لا ناخدهم تريقه على طول ونسخر منهم. اسمع والعيال اللي قامت دي ايه دول؟ العيال اللي قامت يعني ما شاء الله. تعال شوف العيال السلفيه دول ولا العيال اللي قامت دي سلفيه دول ولا العيال اللي قامت دي المشايخ طبعا على دماغنا من فوق لابسين عمم الازهر وقاعدين يعني تقريبا يعني فيهم ثلاثينات ويعدوا سن الثلاثين كمان. فلما حضرتك تقول لهم العيال اللي قامت دي فما تزعلش مني لو حد فيهم قل منك. تعال نكمل. مش راضين حاجه يا انتوا قايمين ايه يا ده انت وهو؟ انتوا قايمين يا ده انت وهو؟ انت ازاي تقوم المجلس بتاعي؟ يعني احنا بنسخر من الوهابيين الوحشين الكخه لعين النابته، فانت ازاي تقوم يالا من هنا؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ خدتش الاذن مني ليه؟ مش تيجي تعرفني انت رايح فين؟ اصل دي مش محاضره يا شيخ علي، يعني دي مش محاضره، ده مجلس علمي في مسجد. يعني حضرتك مش خطبه جمعه، حتى لو انا قمت في خطبه الجمعه الامام ملوش يقول لي انت رايح فين؟ ايه؟ 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 سمعك تقيل يا شيخ علي وروحكش، انت كبرت وخرفت. يعني انت راجل كبير، انت رايحين للشيخ هيقول لك اسمه دلوقتي، رايحين ياخدوا عنده درس برضه منفعه، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، يعني سيبهم يتعلموا العلم الشرعي، يعني حضرتك محاضره النهارده تريقه، فهم مش عايزين تريقه خدوها امبارح، هيروحوا ياخدوا فقه السنه، هياخدوا قران، هياخدوا التجويد، هياخدوا اي حاجه، ليه تسخر منهم؟ طب ماشي، الراجل اللي انت ما تعرفوش ده تعال نشوف اسمه ايه؟ الشيخ مصطفى الازهري. مين الشيخ مصطفى الازهري؟ الشيخ من مشايخ الازهر يا سيدي، بيدرس اي حاجه وعنده درس بره بيعلم برضه طلبه زي حضرتك كده، ومش من المفروض ان انت ما تعرفوش فتسخر منه. يعني مش عشان ان هو قاعد بره وهم قايمين له يبقى هو كخه وانت بقيت حلو. يا سيدي انت بتعمل حاجه وهو بيعمل حاجه، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. فانت بتنفع الطلبه في حاجه وهو بينفع الطلبه في حاجه، الطالب اضرب اللي قدامه، والله يا عم الشيخ انت النهارده علمتني بما فيه الكفايه، بس معلش انا عندي محاضره ثانيه مع الشيخ مصطفى اللي بره هطلع اخد منه المحاضره. ويا سيدي لو في اي حاجه فاتتني من المحاضره من التريقه بتاعتك النهارده دي هنبقى نسالوك فيها. مصطفى رضا
قوم تقوموا كده واحنا في الدرس وقاعدين. مش تيجي يا تاخد الاذن مني يالا؟ يا دي انت وهو يالا تيجي تاخد الاذن مني ولا ايه؟ اتريق على النابته تبقوا نابته. لا انا عايز اسمع الحته دي تاني معلش. اتريق على النابته. لا معلش عايز اسمعها تاني. قوم تقوموا كده واحنا في الدرس وقاعدين نتريق على النابته تبقوا نابته يا دي انت وهو. واحنا قاعدين نتريق على النابته ده مجلس تريقه. الجماعه اللي بيقولوا لي انت ليه بتتريق على الصوفيه؟ انا ما بتريقش على الصوفيه على فكره. طب يا ريت تروح تقول للشيخ علي جمعه انت ليه بتتريق على مش عارف مين، معرفش مين النبته واللي ما نبتهاش. يعني يا ريت تقولوا له. ويقول لك اهو بعض الازهريه نبته. وبعض الازهريه على فكره كتير من الازهريه ما همش صوفيه ولا اشعريه. خالص، وحضرتك عارف الكلام ده، يا اشعري يا صوفي. لكن ما شاء الله مجلس تريقه. مجلس تريقه. بقول لك واحنا بنتريق. مش الوقت ليه مواقيت؟ مش الوقت ليه مواقيت؟ لا حلو، الوقت له مواقيت. يعني مش وقتك خالص. مش وقت تريقه يا شيخ علي. يعني مش وقت تريقه خالص. التلبس لهم اعذار، عذر واحد بس، يعني اي عذر كده. يمكن فيهم حد مريض، يمكن حد عايز يروح الحمام والتاني هيستناه بره، والتاني مثلا هيمرضها. يعني اي حاجه اختار عليهم، اي عذر يا عم. طب اسالهم في البدايه كده، لو سمحتوا يا مشايخ رايحين فين؟ طب يعني ينفع بالراحه وبالضحكه الحلوه كان ممكن تكسب قلوب الناس دي. لكن انت بالطريقه دي يا شيخ علي ما اظنش العيال، انا اسف يعني على لفظه، هو العيال اللي قامت دي هتحترمك بعد كده. اقعد يالا انت وهو هنا. اقعد يالا انت وهو هنا يالا. اقعد يالا وارفع رجلك اليمين وايدك الشمال ووشك للحيطه. يلا وعلى الله رجلك تلمس الارض. اقعد يالا هنا يالا. اقعد واسمع الدرس اللي احنا بنتريق فيه على النبيته يالا. يا شيخ علي، يا شيخ علي بالله عليك، يعني بالله عليك يا اخي، بالله عليك ده اسلوب؟ لما يطلع الاسلوب ده من واحد زي حالاتي اللي بتقول انا جاهل وما فيش اي اخ، انا 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 من تحت رجلي، انا التراب اللي بتمشوا عليه يا شباب، ان كنتوا صوفيه ولا اي مسلم، انا التراب اللي المسلمين بيمشوا عليه. لما يطلع الكلام ده مني فانا انتوا بتقولوا عني ما فيش خالص. لكن لما يطلع ده من الشيخ علي جمعه اللي لما بيغلط في حديث او يجيب حديث مكذوب، ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبعه من قدم النار، انت دارس ايه يالا؟ يا عم انا مش دارس حاجه، الراجل قال حاجه كذب على النبي وانا موضحها لك بس مش اكتر. يعني انت مين وفين وليه ومين وابوك وامك واختك وخالتك وستك ويلعن اللي شافك ورمى عليك السلام، انت متخيل؟ فلما يطلع الحاجه دي مني انا، يا عم انا محدش يعرفها خالص. عكس ما تطلع من الشيخ علي جمعه. فعيب، مع ان انا ما بتريقش على حد، عمري ما اتريقت على حد خالص. السخريه من الافعال والاقوال زي ما انا بعمل كده دلوقتي. ده فعل وقول مش من الدين خالص. فين الدعوه يا عم الشيخ؟ يعني انت على الاقل، على الاقل انت في مجلس علم بتدعو الى سبيل ربك. لكن انا على اليوتيوب بعرض افعال ليست من الدين، ما اناش قاعد على منبر بدعو الناس للاسلام، لا. انا بوري الناس المنتسبه للتصوف والمنتسبه للتشيع والمنتسبه للمش عارف ايه، كل ده باسم الدين، هو سماكم المسلمين. لا انا صوفي، انا ليش انا شعشري. ده حاجة غريبة جدا. والله حاجة غريبة جدا يالا انت وهو يالا. والله انا ما شفتش كده ابدا. انا ما شفتش كده قبل كده. ده احنا فعلا في اخر الزمان. احنا فعلا في اخر ازاي يالا؟ الامام مسيلمة الكذاب قال سيتركون العيال الازهرية المجلس بتاع الحاج علي جمعة ويمشوا، صح؟ لا واللي قاعدين تحت منه كلهم بيضحكوا. مبسوطين بالتريقة، يعني الشيخ كان بيتريق على النبيتة من شوية، فدلوقتي بيتريق على اتنين تلاتة من اللي كانوا قاعدين. وقاموا لعذر ما، يعني ممكن يكون الناس اللي قامت ده اشد عداء للسلفيين مثلا. وممكن يكون لهم صفحات بيحاربوا فيها السلفيين مثلا. او بيحاربوا اي حد ما هوش صوفي اشعري. لكن لهم عذر وقاموا، لا قاموا خدهم شمال. وش. انت يا تقعد تحت رجليا يا تبقى عدوي. فين مصطفى رضا؟ وفين مصطفى رضا ده اللي انتوا طالعين له؟ هاتوه، هاتوه يقف جنبكم على الحيطه، ارفع ايدك ونزل رجلك، لا ارفع ايدك وارفع رجلك.
بره ولا جوه ولا فين؟ ايوه بيشتغل ايه ده يعني؟ شيخ يا عم الشيخ علي، شيخ من مشايخ الازهر المحترمين اللي انا برضو ما اعرفوش والله. لكن راجل بيطلع قاعد بره بيدي دروس زي حالتك كده، نفسه يبقى كبير زي حضرتك كده يعني، نفسه. لكن انت حضرتك ما اديتوش فرصه خالص واتريقت عليه. بره سيبوه، سيبوه قاعد لوحده، سيبوه قاعد لوحده، ولو في شمسيه فوق منه شيلوها، ولو الارض ناشفه بلوها، ولو اللي عدى جنبه ما يرميش عليه السلام. تعالوا كلكم عندي هنا عشان نتريق على الجماعه النابته. شيخ علي جمعه قال نكته، سيبوه سيبوهم سيبوهم، خليه يهرف روحه، خليه يهرف روحه. هو مين، هو مين ده مصطفى؟ مين ده؟ ما يعرفوش. لا بس لكن خلوه يهرف روحه. اي حد مش انا يبقى وحش يعني، اي حد في الازهر مش علي جمعه يبقى وحش يا باشا. اقعد تحت مني يلا وانا بتريق، غير كده هتزعل مني خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قوم يا واد انت، هو رحتوا قايمين زي اوتوماتيكلي كده وخدتوا بعضكم وهتمشوا الله. عم تعبانين يا عم الشيخ، عندنا ظروف، خالتي بتولد، خالتي بتغسل، اي حاجه يا عم، تغسل كلى مش تغسل هدوم، اي حاجه. واحد صاحبنا عمل حادثه ورايحين له بسرعه، واحد صاحبنا مريض ولو لابد ان احنا نلحق له ونجيب له العلاج. اي عذر يا عم الشيخ. يعني في ايه؟ الدرس اللي بره اهم من درسك. عادي يا سيدي، ايه المشكله؟ الشيخ اللي بره اعلم منك، ولا انت اعلم اهل الارض وفوق كل ذي علم عليم، ولا انت شايف نفسك ايه يا سيدي؟ هو اقل منك لكن ربنا اداله علم مش عندك. هو المجلس بتاعه ما فيهوش تريقه. وهتسيبوا الشيخ، وهتسيبوا الشيخ علي جمعه؟ اها منسككم خلع يصو، دي حروف نورانيه. وهتطلعوا لمصطفى؟ مين مصطفى؟ مين؟ هاتوه هاتوه يقف جنبهم، هاتوه. ما هو اللي بره شيخ، ولا انت مولود شيخ؟ يعني انت مولود كده اهم منسكك وخلع ونياص الدين كده وعلى طول في الهبد؟ لا، ما انت كنت برضه صغير في الاول كده وبتاع، وبدات تكبر تكبر تكبر، وربنا اداك علم ما ادالوش لحد من اللي موجودين في عصرنا يعني. لكن سبحان الله، ده حاجه غريبه والله، حاجه غريبه والله. ايوه يعني والله حاجه غريبه، والله حاجة غريبة جدا. ايه والله حاجة غريبة جدا، انت استغرب؟ لا يا عم علي، استغرب ليه والله؟ ما هي حاجة غريبة ولا حاجة، هي حاجة غريبة انك انت فعلا تقعد في مجلس قدام منك آلاف، مش عايز اقول مئات، لا يا عم آلاف، تتريقوا على ناس مسلمين. يلا يا عم خليها تطلع مني، واحد جاهل زي ما بتقولوا، انما تطلع من الشيخ علي جمعة ليه؟ ليه تكره فيك الناس؟ لا، والناس اللي منك يعني، انت بتتريق على النابته، ولو اي حد لا مؤاخذه حك في ظهره، يا ده انت مش عاجبك كلام، انت بتهرش يالا، ولا انت ولا انت نابته يالا، بس مش عايز تقول صح؟ لا ولا صح. ما شفتش، انا عشت كتير وقليل ما شفت. طب كفايه عليك كده بقى، انت عشت كتير وشكلك، فكفايه عليك كده، كفايه عليك كده، واصلح اللي جاي يا ريت يعني. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. انا بحبكم في الله، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. ساقطع كل من عادى رسولي، وابطر كل حبل للوصال، واقليه وابغضه جهارا، رجاء للمثوبه في مآل.